الو، مساء الخير. الو، نسمع فيك. مرحبا، الاسم المستعار سيدي؟ اسمي رامي بالزرق. لا، مانيش نفهم فيك، اما بالكدا بالكدا. اسمي رامي. اسمي رامي. رامي، فوالا رامي، مرحبا بك رامي. سكر الراديو يا رامي، ما عندك راديو محلول؟ لا نسكر. باهي، مالا قرب التليفون للفمك باش نسمعك بالكدا بالكدا. عندك كيت ولا تكلم بالتليفون ديريكت؟ لا نتكلم بالتليفون. مرحبا بك سيدي. الو، اش مصهرك الليله واش مقلقك؟ والله مخي سارح برشا. وشكون منه مخه مش سارح؟ ترى مخي سارح برشا. مخ سارح في شنو؟ هو سارح مخك يا رامي؟ لا يقول لك انا معرض وعندي كذا صغار. معرض قداش لك معرض رامي؟ عندي 9 سنين. 10 سنين. 10 سنين. وصغيراتك قداش عمرهم؟ عندي ولد عمره 8 سنين، وطفل عمره 5 سنين، وطفل أخرى عمره عام وشهرين. ربي يفضلهم لك يا سيدي. أيوة. الله يسلمك. لك ساعة سفا في العرس مريقة أنت والمدام؟ لا سفا، العرس سفا والمرأة سفا الحمد لله، ما أنت تتابع الحمد لله. لكن الشيطان يحضر ويغيب. الشيطان يحضر ويغيب. وين حضر الشيطان وين غاب الشيطان؟ الله يستقل. جبت واحدة تخدم عندي في الدار. تخدم عندك شنو ساعة؟ تعاون في المرأة في الدار. معينة منزلية ولا؟ معينة منزلية. معينة منزلية. أنت دار كبيرة عندك؟ كبيرة. فيلا معناتها؟ فيلا. أيوة. عملت معها علاقة، أنا عشان نبعد عليها. مع المعينة المنزلية؟ مع المعينة المنزلية. وشنو هي العلاقة اللي عملتها معها؟ والله تقول لك تعبتني برشا، حبيتها برشا. حبيتها شو؟ يعني امرأة تجي تخدم في الدار تحبها هكا؟ والله غير. كيفاش صارت الحكاية؟ أنت اللي بديت؟ هي اللي بديت؟ والله ايش تقول لك؟ ديما نروح للدار نلقاها تقول لها تستنى فيك. شنو تقول لها تستنى فيك؟ هي تخدم على روحها في دارك راهي. في الدار وامرأة تخدم، وتعرف المرأة وقتاش تخرج وقتاش تروح، وأنا ما عنديش وقت. دونك معناتها تقابل أنت وياها وقت اللي المرأة تخرج. وقت اللي المرأة تخرج ساعات حتى المرأة راقدة في الليل تجي تقومني. شنو المرأة راقدة في الليل تجي تقومك؟ شكون اللي تجي تقومك؟ كفاية راقدين المرأة في بيت النوم تجي تقيمني. شنو تجيك البيت النوم ومرتك بحذاك وهي تخونك؟ انت تحكي بجدك؟ تحكي بجدي. كيفاش هذا يا بربي سامحني؟ مرتك ما تفيقش يا اخي؟ لا، زيد نسقت بعض في الحكايه اني قيد سقت مانيش نفهم فيك. لا مانيش نفهم فيك. بعض زيد نسقت في الحكايه كيفاش معناتها تزوج بيت النوم وتقيمني. فقت بها المراه مره قلت لها شنو ناخذ شارجير. قلت لها شنو؟ ناخذ شارجير. من بيت نومك؟ هاي هاي. وجيت بعد نشوف فيها معناتها، وصلت معناتها كيف في الليل نعملوا قهوه ولا كويستاي في الليل تحط الحليب باش النوم للمراه. شنو هو؟ هاي اخي المعينه المنزليه ذي سامحني تبات في الدار هي؟ بات في الدار، بات معنا. وكيفاش عرفت لي حطت حليب باش تدوي النوم للمراه؟ هي قالت لي. قالت لك؟ معناتها ترقدها؟ ترقدها. وانتي كي سمعت اللي هي تحط في حليب باش النوم للمراه شنو اللي قلت لها؟ لا ما عاد تخدم معايا توصيل. لا لا، وقتها نحكي لك. قول. ضحكت. ضحكت؟ ما عجبتك انتي الحكايه؟ ماذا بيا انا؟ لا هي معناتها ماذا بيا معها هي قبل المراه. ما فهمتكش يا رامي. شو ماذا بيا معها هي قبل المراه؟ ماذا بيا معناتها ترقد المراه وتقعد هي فايق. ولا عجبتك الحكايه دونك معناتها هذا قصدي. ما لا حطيتوا لها دردرتوا لها الدواء قداش من مره؟ ما ينعش. لا حطيتوا لها الدواء قداش من مره ولا لا؟ انا ما حطيتش، هي اللي حطت. هي ما كي حطت هي المره الاولى وانت ما دام عجبتك الحكايه. لا فخت بها. عاودت حطيت لها الدواء انت ولا؟ سامحني شي ضحك راهو خاطر معناتها واحد والله لن توقعها بشر يعملها هذه يا رامي.
حطيت معاها الدواء للمراه وركبتوها ولا؟ لا لا ما حطيتش. اما انت تخليها تحط. انا خليها تحط. كانك حطيت يا رب. يلا غير. تو اللي عامله توا. قديش من مره صارت الحكايه؟ برشا مرات. برشا مرات. وانت في بالك؟ في بالي. علي واحد يعمل مع ام صغاره هكا؟ شلزك شنو شنو اللي خليك تعمل مع ام صغارك هكا؟ الراي تقول لك يا رامي السؤال واضح، شنو اللي يخليك تعمل مع ام صغارك هكا؟ طب سامحني تعالى، ربي يصرح في اربعه. شنو ربي يصرح في اربعه؟ احنا الزواج في تونس بواحدة بالقانون ويمنع الزواج بأربعة. ما لا يشربوا الدواء ويفرطوا. بالله بالله شو تقول لك هكا؟ تو هذا كلام تقول فيها حكاية؟ ما 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 مانيش ما نحبش نقول لك. لا ايش اقول لك انا تو ما نسمح لكش، ما مش معقول اللي تقول فيه. بالنسبة للطفلة كررت يعني الخدمة تخليني من طفلة. استنى ساعة استنى وقطع علاقتي بها معناتها. اسمعني يا رامي يا رامي، احنا في مشكلة أخرى تو. احنا في مشكلة أخرى. أنت عندك علاقة بوحدة أخرى زادة؟ لا لا أنا نزلت مع ذيك. إيش عملت لها؟ فاقت شي مرتك بالحكاية؟ فك. ها؟ فك. كيفاش فاقت؟ فكت شوية وبرا. ما فهمتكش. معناتها احنا نبعد معناتها في سردوغ السيف كي نعرفوا للبحر، احنا بعيد شويه على البحر، كي نعرفوا للبحر نلقاوها بحذانا. فاقك مرتك فاقت بيك ولا؟ ما فاقتش، ما شكت وكاو. شكت وكاو، وش عملت وقتها؟ قلت عادي. ايه ايش عملت المعينه المنزليه؟ ايش عملت لها؟ خليتها في الدار؟ لا طردتها. علاش طردتها؟ سؤالي هو علاش طردتها؟ سبب لي برشا مشاكل. شنو هي المشاكل؟ وليت مرتي معك لهيبه، لهيبه هي اكثر. تعاد انت تعرفها تحط لها في الدواء باش ترقدها وانت تقولي لهيبه هي اكثر، كي لهيبه هي اكثر. علاش عملتوا لها العمايل هذوما الكل؟ على غيرك. باهي طردتها ومن بعد قطعت على العلاقه بها ولا قصيت؟ قطعت على العلاقه بها. ما طردتهاش. يا رامي رامي اللي راك مش تهبني انت بالحق بالحق. ولا طرت ما عاد تو تقول لي طرتها، ما انت قصيت العلاقه بها ومن بعد تقول لي مازلت على علاقه بها. مازلت على علاقه بها يا علي؟ العلاقه بها ما نجمش نبعد عليها. ما نجمش تبعد عليها. وين تتقابلوا سامحني؟ نمشي لها بالكهرباء نتقابلوا. وين عندكم بلاصه تقابلوا فيها؟ ما عندنا بلاصه نتقابلوا فيها. ما وعاملين لها كونت ونصب لها عامل لها كونت؟ شو تصب لها؟ صب لها شهريتها. صب لها شهريتها كل شهر. شهريتها اللي هي ما... وهي ما عادش تخدمها. قداش تصب لها في الشهر سامح؟ 500 600. وهي ما تخدمش؟ هي ما تخدمش. وانت مسكنها وتوكل فيها وتشرب فيها ولا؟ لا ساكنه في دارهم. وانت علاش عملت هكا مع مرتك يا رامي؟ والله غير رغم اللي مرتي مش مقصره معي. انت علاش عملت هكا مع مرتك رغم اللي مرتك مش مقصره معك؟ انا سالي علاش كلمتك، انا شوف لي حل. ما نشوف لك حل في شنو يا رامي؟ في شنو؟ نحب نبعد عليها. ابعد، ها هو الحل، ابعد. هي مستعدة، قالت لي معناتها تطلق ونربيهم صغار. كان هي قالت لك طلق ونربيهم؟ كنت خممت فيه الموضوع هذا؟ لا لا. انت علاش ما نجمتش تبعد على المرأة هذه؟ المرأة هذه تقرب لي. المعينة هذه؟ لا لا مرتي مرتي. لا خليني من مرتك تخبرك، انت علاش ما نجمتش تبعد على المرأة هذه اللي مصاحبة على مرتك؟ تحبها. تحبها. شنو اللي حبيته فيها واللي ما لقيتوش في مرتك؟ سامحني بعد اذنك. برشا حاجات.
مثلا. دونك مرتك مقصرة. مرتي عمر 36 عام 37 عام. وهذه قداش عمرها؟ 22. ها؟ 22. ايش معناتها مرتك معناتها تحب تقول لي مرأة عزوزة؟ مرتك مازالت صغيرة عمرها 36 عام. شنو اللي ريتو في المرأة هذه الصغيرة اللي ما لقيتوش في مرتك؟ لأنها صغيرة؟ لأنها صغيرة وعشقتها برشا. دونك عشقت الصغر اللي فيها هذا هو. بالضبط. وتحس اللي مرتك كبرت. والمرأة اللي نحب والحاجات اللي نحبهم لقيتهم عندها هي. ما لقيتهمش في مرتك. ما لقيتهمش في مرتك. لكن هذا كله غلط. كفاية غلط. شنو كفاية غلط يا رامي؟ يا اخي انت من علاش تحكي في الحكايه هذه؟ لانك حاسس روحك غلط. انت مسروحه بمراه على مرتك، دونك غلط. وانت عندك قناعه، يبدو لي عندك قناعه انه معناتها تنجم تعيش مع اربع نساء معناتها. هكا ولا قلتولي انت هذا ولا ما قلتوليش؟ ما نقولوش اربع نساء. ايه انت قلت لي هكا قبيل. شو باش تعمل توا؟ نعم، ايش لو تقول لي انت ايش تعمل؟ ما عادش تقرب لها المرأة هذه، هذيك ربي. ما نجمش. مال علاش طالبني باش نقول لك تاخذ وراي؟ ما شو ما تنجمش، لازمك تنجم. اللي تعمل فيه غلط وراك مسوح بمرأة على مرتك وعايش انت وياها. فهمت رامي؟ معناتها الغلط وين؟ دونك ما تقوليش ما نجمش، لازمك تنجم. تبعد على المرأة هذه. فماش حل اخر رام؟ ولا عندك حل اخر رام؟ ما عنديش حتى حل. اما لا، الحل الوحيد تبعد عليها المرة هذه. داكور دو رامي؟ حاول. لا مش تحاول، تفعل. حاول انه ما نزلش نقعد جمعة ما نشوفهاش. جرب جمعة ما تشوفهاش. جرب تو تشوف. داكور دو رامي؟ طب. اوكي يا خويا، ليلتك زينه، صباح الخير. انا نستغرب ساعات تبداو الناس تلوموا في انا، وانا والله ما عندي حد دخل. انا هاني نسال في بلاصتكم وقاعد نسمع. نبهت كيما تبهتوا، ونتقلق كيما تتقلقوا، وساعات نضحك كيما تضحكوا، وساعات نتنرفز كيما تتنرفزوا. دونك الحكايات اللي تتحكى في سرك في بير لا تمثل الا اشخاصها، وهي تجربة من تجارب الحياة حبينا ولا كرهنا موجودة. وكي نقول موجودة، لو كان نوريكم في ستاندار تواتر المكالمات وشنية المواضيع، تقعدوا بهتين، تقعدوا بهتين، تقولوا لا ذو مجمع عاملين، ذو مجمع عاملين بالعاني، ها يعديوا كان في الخيانة وفي كذا. لا أبدا، عندي أنا الأدلة بالمكتوب، معناتها أنه حتى لي ميساج على الباج، ميم لي ميساج على الباج ها نشوفوا فيهم توا، الكل فرد سياق وفرد موضوع. رجاء ما تحملوناش مسؤوليه خطيتنا، احنا لنا احنا حلينا فضاء مفتوح. قلنا للناس تكلموا، قولوا كان هذا جزء من واقعنا، والراوة خايب ولا ماهوش ولا غالب راه هذيك تصويرتنا في المرايه، وذاك الواقع نتاعنا. انا ما مانيش نجيب فيهم من عندي ولا نصنع في حكايات ولا، ويوصل البعض، فما البعض شكك في المكالمات الهاتفيه. اي وكانه اللي قاعد يتحكي في المكالمات الهاتفيه مش موجود في الواقع. يا هكاك طول راديو اللي يرتكزوا على التليفونات، التليفونات كلها ملفقه مالها. نو سي با سا، احنا نثبتوا في التليفون ونثبتوا في الحكايه ونعاودوا نسمعوها مرتين وثلاثه. وإذا كان خيالية تبدو خيالية، ياما مكالمات يجيونا مكالمات خيالية ونحسهم فمركين وما يتعداوش في المباشر. أما المكالمات المعقولة اللي تحكي على تجارب أي شخص في الحياة يحكيها بكل 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 لطف أيضا، واللي يحب يسمع يسمع، واللي يحب يتفاعل يتفاعل، واللي ما يحبش يتفاعل ما يتفاعلش. ولا بالضبط. على كل ننتظر مكالمتكم الهاتفية على